مساء الخير مشاهدينا، لازلنا معكم في هذه التغطية المباشرة طبعا وللإضاءة على التطورات السياسية والميدانية. معنا مباشرة عبر زوم من واشنطن الصحفي أستاذ علي بردة. مساء الخير أستاذ علي. مرحبا. أهمية اليوم انعقاد المؤتمر الدولي طبعا من أجل دعم لبنان، يعني إذا بدنا نحكي من حيث الشكل والمضمون بغياب اليوم الجانب الأمريكي. يعني أول شيء هذا الاجتماع مهم لأنه يعيد تظهير الاهتمام الدولي والعربي بلبنان بعد فترة نسبيا من الغياب. هل الغياب الأمريكي طبعا مؤثر جدا لأنه المؤتمر يركز على الجانب الإنساني بالوقت الراهن، وهذا موضوع الولايات المتحدة بتقول إنه هي مهتمة فيه بصورة ثنائية مع لبنان، لكن التركيز الأكبر بالولايات المتحدة هو على إيجاد حل سياسي جذري للحرب القائمة حاليا، مش بس بين إسرائيل وحزب الله بلبنان، بل أيضا بين إسرائيل وحماس بغزة، وبالتالي فتح آفاق لحصول عملية سلام أوسع في كل منطقة الشرق الأوسط. يعني عمليا فينا نحصر استاذ علي اليوم المؤتمر هو يعني ركز على، رغم انه كان في مواقف سياسيه ودعت لضروره تطبيق القرار 1701، وهذا ايضا كان يعني مطالبه الجانب اللبناني من خلال تمثيل الرئيس ميقاتي، لكن يعني فينا نقول التركيز اكثر رايح اليوم على الشق الانساني، واي مبادره اليوم يمكن ان تصدر عن اي دوله اليوم في دعم لبنان برأيك يعني يجب أن تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية دون سواها؟ لا، ما عم بقول انه يكون الحق الحصري للعمليه السياسيه او للتسويه الدبلوماسيه اللي عم ينشغل عليها تكون للولايات المتحده، ولكن ما اريد ان اقوله هو ان هذا المؤتمر في باريس مهم للغايه، وهو مخصص لدعم الشعب اللبناني، يعني تحت هذا الشعار. الان هناك حاجات انسانيه نعم ملحه وعاجلة في لبنان، هذا المؤتمر يتناولها. في الوقت ذاته هناك جهود دبلوماسية تقودها نعم بشكل واضح الولايات المتحدة، ولكن كان في مبادرة فرنسية أمريكية بفترة ما، وهذه هناك إصرار من الجانب اللبناني والفرنسي على المضي في هذه العملية السياسية من خلال هذه المبادرة ومن خلال المواقف المعلنة لدعم تطبيق القرار 1701 بكل حذافيره، وبالتالي هناك محاولة من فرنسا تقودها فرنسا على الجانب الأوروبي للقول أن لأوروبا مصلحة ودور في استقرار لبنان وفي إعادة إحلال السلام على طول أو الهدوء على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، بصرف النظر عن الحرب الجارية في غزة، لأنه يعني في 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 حجة قوية عند هذا المنطق بتقول انه اصلا انتم كنتوا بتريدوا انه فصل مسار لبنان عن غزة، وانه هذه سياسة الدعم والإسناد التي قدمها حزب الله للفلسطينيين في غزة هي التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه، وبالتالي فك هذا الارتباط إذا جاز التعبير بين الحرب في لبنان الآن والحرب في غزة أمر مهم للغاية تعمل عليه فرنسا، وتقول بقيادة وتقوم بقيادة بقيادة هذا الجهد باتفاق مع اللبنانيين. طبعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان موجود، كان هناك ممثلون لدول عربية عديدة في هذا المؤتمر، هناك جهد ل
المساهمة في هذه الجهود الدبلوماسية والسياسية من أجل إعادة إحلال الهدوء والاستقرار بصرف النظر عن نعم العملية السياسية والدبلوماسية الجارية حاليا بما يتعلق بغزة. استاذ علي، على الرغم من كل هالمساعي اللي عم تبذل اليوم الدبلوماسيه والسياسيه للعمل على يعني وقف اطلاق النار، الا انا حتى الساعه على الرغم ايضا من زياره اموس هوكستين الى بيروت اللي كان مفد ايضا يعني من الجانب الامريكي حول القرار 1701، كانه فينا نشوف بعد بعيد موضوع الهدنه ربما او وقف اطلاق النار بيد من اليوم؟ مش بيد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل؟ من دون أدنى شك أنه الولايات المتحدة تلعب دورا رئيسيا في إذا كانت أرادت أن تضغط على إسرائيل. الولايات المتحدة، أو أريد أن أقول إدارة الرئيس جو بايدن التي شارفت ولايته على الانتهاء، لا تزال تحاول الإعداد أو الترتيب الأرضية لصفقة كبرى يمكن أن تحصل في الشرق الأوسط، وإذا حصل من وجهة نظر هذه الإدارة يمكن أن تساهم في تعزيز حظوظ كاميلا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ولكن لا أرى أن هذا المنطق لم يعد عمليا ولم يعد منطقيا في الوقت الراهن التفكير بتحقيق مثل هذه الإنجازات، اللهم إلا إذا كان الرئيس جو بايدن نفسه يريد تحقيق إنجاز كبير ينهي به عهده، وهذا أمر مشروع في السياسة في الولايات المتحدة. ولكن الآن الولايات المتحدة تعمل على هذه الصفقة الكبرى وتريد قطف ثمار هذه أي صفقة كبرى يمكن أن تحصل، وإن كان بصورة جزئية على الجانب اللبناني من ناحية، أو على جانب ما يتعلق بين إسرائيل والجانب الفلسطيني. الولايات المتحدة لديها هذه التصورات، هناك رؤى مختلفة عند دول أخرى في العالم وحتى هي دول حليفة للولايات المتحدة، ولكن لديها مصالح أو تراعي مصالح مختلفة فيما يتعلق بلبنان. فرنسا أشير وهي دولة راعية دائما للشؤون اللبنانية تريد تطبيق القرار 1701 بالإضافة إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة اللبنانية، وهذا الأمر ليس جديدا، يعني انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الهدوء على الخط الأزرق وتطبيق مندرجات القرار 1701 في الجنوب وغيره بما في ذلك ما يذكره، لأن هناك قطبة مخفية كما نعم، يقال. يعني ما هو المطلوب اليوم استاذ علي من لبنان؟ لطالما يعني اعلن اكثر من مره ومن موقف اللبناني الرسمي اللي هو اصبح واضح انه نحن مع تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته وتعزيز دور الجيش، يعني نشر الجيش اللبناني على الحدود مع تعزيز دور اليونيفيل، واليوم ايضا كان هناك موقف للرئيس ميقاتي من باريس. لطالما هذا الموقف اليوم واعلن قدام هوكستين من قبل الرئيس بري ايضا وشدد عليه وكان هذا الموقف الواضح، وايضا تطالبنا الولايات المتحده الامريكيه بتطبيق القرار 1701، طب لبنان الرسمي اعلن هذا، شو المطلوب اليوم اكثر من هيك من لبنان؟ يعني خليني اشير الى بعض المسائل المهمه التي تتحدثين عنها. المشكله هي ان لبنان يوافق متأخرا على تطبيق بعض البنود المتعلقة بالقرار 1701، وأحيانا ينظر الغرب والولايات المتحدة بصورة خاصة إلى أن لبنان الرسمي
انتقائي مرغما وليس يعني ليست هذه حقيقة ربما مواقف كل الفئات اللبنانية. أشرت إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وغيرهما من المسؤولين اللبنانيين الذين يقولون نحن نوافق على تطبيق القرار 1701. القرار 1701 ينص على منع وجود أسلحة ومسلحين بين الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني، وهذه مسألة من الواضح أنها لم تطبق في القرار. هناك أسلحة ومسلحين، وهناك في القرار أيضا 1701، وهذه هي القطبة المخفية التي أردت أن أشير إليها. وهناك انتهاك أيضا إسرائيلي على مدى 18 سنة، وهناك انتهاكات للأجواء اللبنانية وانتهاك دائم إسرائيلي على الأراضي اللبنانية وعلى أجواء لبنان منذ 2006. العدوان الإسرائيلي على لبنان ليس جديدا، يعني لا يعني أرجو أن لا يفهم من كلامي أنه يعني غض الطرف أو صرف النظر عن الانتهاكات الإسرائيلية اليومية التي تحصل ليس فقط منذ 18 عاما، منذ عشرات السنين. أقول إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية، هذا أمر مفروغ منه، معروف، والمجتمع الدولي حتى يعرفه. أحيانا المجتمع الدولي يتساهل مع إسرائيل، أو في كثير من المرات يتساهل مع إسرائيل، لكن أيضا يعني إذا كان لبنان لا يريد أن يكون لوحده الجبهة الوحيدة أو سن الرمح في المواجهة العربية أو الإسلامية أو ما شئت سميها في مواجهة إسرائيل، عليه أن يداري بعض المسائل لحماية نفسه وعدم إعطاء الذرائع لإسرائيل. ولكن دعيني أكمل الفقرة فيما يتعلق القطبة المخفية الموجودة في الفقرة أو المادة الثامنة من القرار 1701، وهي تنص بصورة صريحة على تطبيق القرارين 1559 و1680. هالقرارين بيطالبوا السلطات اللبنانية بنزع أسلحة كل الميليشيات، وجرى ترتيب في فترة ما في لبنان أن سمح لحزب الله تحت شعار أنه جهة مقاومة باستمرار حمل هذا السلاح لمواجهة إسرائيل. الآن يجب أن تؤخذ العبر بعد حرب 2006، وهذه الحرب التي آمل أن تنتهي في أسرع وقت ممكن، علينا أن ندرس ماذا ربحنا وماذا خسرنا كلبنانيين من هذه السياسة. المجتمع الدولي على الأقل يريد أن تكون يكون الاعتبار الأول معاد إذا جاز التعبير لمؤسسات الدولة اللبنانية. انتخاب رئيس جمهورية مسألة ملحة للغاية ويجب أن تحصل الآن قبل أي تأجيل، وليس الانتظار وقف إطلاق النار، لأن هذا المطلب موجود أصلا لدى المجتمع الدولي. للأسف أن الأطراف اللبنانية المختلفة كانت تريد من المجتمع الدولي وتريد من الولايات المتحدة. أنا أسمع من بعض المسؤولين الأمريكيين أن كان هناك رجاء، لا أريد أن أسمي أشخاص، من بعض المسؤولين اللبنانيين أن يتدخلوا مع طرف لبناني آخر من أجل تسهيل انتخاب هذه الشخصية أو تلك لرئاسة الجمهورية. الآن كانت هذه الدول بحسب ما كنت أسمع تريد، لا نريد أن نتدخل في هذه المسألة، اتفقوا على أي شخص وانتخبوه فليكن، المهم أن يكون هناك شخص يمثل هذه المؤسسة، مؤسسة رئاسة الجمهورية. الحكومة اللبنانية الآن توجد حكومة لتصريف الأعمال، ومفهوم الأمر لماذا؟ لأن لا يوجد رئيس. بعد قليل، وأقول بعد قليل وإن كان الأمر بعد سنة وبضع أشهر،
مجلس النواب ستنتهي ولايته، هذه مؤسسة دستورية يجب أن تقوم بعملها ويجب المحافظة عليها. الجيش اللبناني أيضا مؤسسة من مؤسسات الدولة اللبنانية، يجب أن تدعم. وأنا أشير هنا إلى نقطة مهمة، حصل في هذا المؤتمر حصلت وعود بمليار دولار، بينها 200 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني. هذا أمر بالغ الأهمية، إعادة الاعتبار والثقة بأن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة بحماية الأراضي اللبنانية. لم يكن لديه السلاح الكافي أو القرار هل السياسي مستعد اليوم الكافي. الولايات المتحدة الأمريكية أن تسلح الجيش اللبناني؟ وأيضا سؤال آخر حول التعديل، في حال يعني أراد الأمريكي اليوم تعديل قرار 1701، يعني ما هي الزيادات التي يمكن أن تدخل على القرار 1701؟ الحقيقة أن أخشى ما أخشاه هو أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل هذا العدوان التدميري ضد لبنان، يمكن أن تعتقد كما اعتقدت الحكومات الإسرائيلية السابقة أن بإمكانها انتزاع تنازلات أكثر من مما هو موجود أو منصوص عليه في حدود القرار 1701 او 1559 و1680. في عام 1982 حاولت اسرائيل فرض اتفاق 17 ايار برعاية امريكية، وكان ما كان. الان ربما تعتقد هذه الحكومة أنها في إمكانها أن تفرض شروطا كتلك التي كانت موجودة في اتفاق 17 أيار وربما أسوأ. إذا فالأمر لا يتعلق فقط بما تريده وترغب فيه الولايات المتحدة. الولايات المتحدة ترغب بحل أو بصفقة كبيرة. هالصفقة الكبيرة كيف تأتي؟ كيف على ماذا يوافق لبنان؟ ماذا تطلب إسرائيل؟ وماذا توافق إسرائيل؟ وماذا يوافق لبنان؟ هذا ما يهم بالنسبة إلى إدارة الرئيس جو بايدن وبالنسبة إلى الإدارات الأمريكية. عندما توصل أموس هوكستين إلى اتفاق الحدود البحرية كان هناك احتفال أو ما يشبه الاحتفال في الولايات المتحدة بهذا الإنجاز التاريخي الذي حصل عبر شخص أموس هوكستين. الآن يمكن لإسرائيل أن تطالب بشروط، أسمع بعض الشروط، أنها تريد منطقة عازلة خالية من السكان عرضها بالكيلومترات بين الخط الأزرق وداخل الحدود اللبنانية. هذا أمر خطير للغاية إذا كانت إسرائيل ستصر على مثل هذا المطلب. هذا أمر هذا خطير المطلب بالنسبة ألا إلى يعطي لبنان. شرعية اليوم للبنان للدفاع عن نفسه، ويعطي شرعية لهذه المقاومة مع كل هذه الاعتداءات الإسرائيلية اللي عم تحاول تجتاح برا يعني اليوم وجوا وبحرا؟ ألا يعطي شرعية اليوم للمقاومة أن تستمر؟ في وجود الاحتلال طبعا المقاومة مشروعة. اللبنانيون يعني قادوا مقاومة بطولية ضد إسرائيل، وأدت هذه المقاومة في نهاية المطاف إلى انسحاب إسرائيل على الأقل جزئيا بسبب المقاومة إلى الخط الأزرق بالتوافق مع الجانب اللبناني. بقيت هناك مشاكل عالقة في العديد من المناطق أو النقاط، أبرزها الغجر التي أعادت إسرائيل احتلال الشطر الشمالي منها في حرب 2006، وطبعا توجد المشكلة المتعلقة بمزارع شبعة. في القوانين الدولية، وأنا أكرر هنا، أقول هنا ما يتحدث عنه الأمريكيون وما أسمعه عندما أكون في نيويورك في أوساط الأمم المتحدة وعلى مستويات عالية جدا، أنه وفق الخرائط الموجودة لدى الأمم المتحدة ولدى المجتمع الدولي
منطقة شبعة ومزارع شبعة والتلال المحيطة بها منطقة متنازع عليها بين أصلا بين سوريا ولبنان، وهي السلطات اللبنانية بفترة من الفترات كان مطلوب منها أن تحصل من الحكومة السورية على إقرار واضح بأن هذه الأراضي اللبنانية من أجل المطالبة بها لبنانية. لذا لكن هذه المسألة وصلت إلى طريق مسدود، لم تعطي الحكومة السورية ما الحكومة اللبنانية ما كانت ترغب به، ولذلك لم يحل هذا الأمر. وإسرائيل تقول للجهات الدولية هذا أن هذه أراضي سورية وأنا احتللتها عام 1967 ولا تزال تحت السيادة، وأضع كلمة السيادة الإسرائيلية بين مزدوجين، في منطقة ضمتها إسرائيل. لذلك المسألة ليست فقط مجرد إطلاق شعارات وعواطف، هناك عمل واجب أن يقوم به لبنان. وأنا أريد أن أذكر هنا بعمل مهم جدا، عمل أكاديمي قام به أحد كبار الخبراء اللبنانيين، هو الدكتور عصام خليفي، فيما يتعلق بمزارع شبعة وغير مزارع شبعة، والاحتكام للعلم وللقانون الدولي وللتاريخ هو الذي يجب أن يحركنا. الكفاح المسلح الذي خاضه اللبنانيون ودفعوا ثمنه دماء كثيرة من أجل تحرير الجنوب، يأسف المرء أن يرى هذه التجربة تعاد بسبب ربما قرارات لم تكن مدروسة كفاية فيما يحصل الآن. أما مجرد القول هل المقاومة مشروعة؟ بطبيعة الحال مشروعة، ولكن أيضا نحن أمام عدو إسرائيلي شرس متوحش لا يسأل عن حياة المدنيين، ولا وعنده استعداد، عنده الاستعداد والقوة، ليس فقط الاستعداد، لحرق الأخضر واليابس والبشر والحجر، وهذا ما يحصل في الجنوب. لا دعينا لا نتلهى كثيرا أو لا ننتشي كثيرا بأن 100,000 إسرائيلي أو 200,000 من الإسرائيليين تهجروا من قراهم وبلداتهم ومدنهم ومستعمراتهم وكيبوتزاتهم وإلى آخره، وهم موجودون في الفنادق في إسرائيل، حكومتهم تهتم بهم. نحن نرى أبناء الجنوب مشردين أحيانا في الشوارع ينتظرون كما نقول باللبناني إعاشة من هنا أو إعاشة. لا ذل فوق هذا الذل يمكن أن يحصل. فالشعارات شيء، وحقيقة الحقيقة المريرة التي يواجهها سؤال أخير أستاذ الآن. علي حول الرد الإيراني، معلوماتك اليوم، ما هي معلوماتك حول ما تحدثت به صحيفة التايمز الأمريكية عن مصدر استخباراتي مطلع بأن إسرائيل أجلت ردها على إيران بعد تسريب وثائق أمريكية، وكأنها يعني تأخير اليوم إسرائيل برد على إيران سببه الحاجة إلى تغيير ببعض الاستراتيجيات، أم هذا يعني من دون ما في أدنى، ضرب اليوم أو هو فقط في إطار التهويل اليوم الإسرائيلي؟ لا، إذا أخذنا التجارب السابقة بين إسرائيل وإيران لم يكن الأمر في أي مرة من المرات مجرد تهويل، لكن هناك اعتبارات عديدة تحكم ما يمكن أن تقوم به كل من إسرائيل أو إيران. رأينا إيران ترد على اعتداءات إسرائيلية مرتين، مرة في نيسان ومرة في أيلول الماضيين. وفي المرة عندما ردت إسرائيل على هجوم نيسان كان ردا شكليا، وحتى يقال أن أصلا الرد الإيراني في نيسان كان ردا شكليا. الآن يجري الحديث عن عملية عسكرية كبيرة. الولايات المتحدة لا تريد أن يتسع نطاق الحرب
وهذا من دون أدنى شك، لأن الهجوم الجدي الذي يمكن أن يحصل من إسرائيل ضد إيران يمكن أن يشعل كل منطقة الشرق الأوسط. ولذلك هناك جهود أمريكية، على الأقل هذه في التصريحات المعلنة، لمنع خروج الحرب عن نطاق السيطرة، لأن الجميع سيكونون متضررين، ولا أحد يمكنه أن يتكهن يعني يمكن أن تبدأ الحرب، ولكن كيف تنتهي لا أحد يمكن أن يعرف. أعتقد أن إسرائيل بحسب ما أسمعه تعد ردا على إيران. لا أعرف ما إذا كان هذا الرد سيكون ردا يؤدي إلى إشعال الحرب، أي أعرف أنه إذا استهدفت المنشآت النووية هناك خطر بحصول، أولا بحصول تسرب إشعاعي كبير، لأن هذه المنشآت النووية في إيران يوجد لديها كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية، وهذا خطر كبير على إيران وعلى دول المنطقة، بما في ذلك على القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة، وربما يكون خطر على إسرائيل نفسها. أتحدث هنا عن الإشعاعات. الكلام الآخر الذي حصل هو على احتمال استهداف المنشآت النفطية. استهداف المنشآت النفطية في حال حصل وحصل تدمير كبير للمنشآت النفطية الإيرانية، وإذا أرادت أن ترد إيران باستهداف منشآت نفطية أخرى في المنطقة، سيؤدي ذلك إلى اضطراب هائل في الاقتصاد العالمي، لا ينتهي بأسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين. لذلك هناك تحسب لكل هذه العناصر. هناك من يقول أنه يمكن أن يحصل استهداف لمؤسسات رسمية أو شخصيات رسمية إيرانية، على غرار ما حصل في لبنان أو في غزة. الحقيقة أن كل هذه العناصر توجد لكل منها حسابات مختلفة. الأمر خطير للغاية، ولكن هناك محاولات لمنع خروج هذا النزاع أو الصراع عن نطاق السيطرة الموجود حاليا. نعم، الصحفي أستاذ علي بردة، شكرا لك على هذه المشاركة وعلى هذه القراءة القيمة، كل الشكر لك. مشاهدينا، فاصل ونعود.